قدكم على الطاولة. بسم الله. أي. كده تمام. طيب سالم وعبد الرحمن المتسابقين الاثنين اللي بقوا معانا في ميزان الليلة. وصلني الاسم الآن طبعا. عبد الرحمن انت استهترت اليوم كثير جدا صح؟ ايش؟ في الفقرة. في الأسئلة. ها؟ وين الاستهتار؟ الضحك. كيف تحكمون؟ ها؟ طبيعي نواف. نواف رجع في طاقة. لا لا. فجزا الله خير ادخل السرور علينا. شكرا نواف. لكن ما كان محتوى انك تسوي كذا في لحظات حاسمة. شو نسوي؟ تقرر مصيرك في المغادرة أو البقاء. ولا يا سالم؟ صح؟ والله ما ادري وش انت تقول. قلبي مو معك. ما انت مركز. انت اساسا ما كنت في ميزان اليوم صح؟ اي. وما كنت مستعد نفسيا وكان هذا سبب الربكه اللي موجوده. اي والله. سالم اول مره تشارك صح؟ اي نعم. في الميزان. الله ان شاء الله تكون اخر مره. اخر مره ان شاء الله اني ما اخذها وان شاء الله على ما قال الله يكتب لنا اللي فيه الخير اللي ما نعلمه وما يعلمه الا الله. ان على ما قال ان دخل ابو راشد ولا دخلت انا على ما قال الله يوفقك يا ابو راشد والله يكتب لنا ولكل ما هو خير لنا. واحد ما يدري وش الخيرة فيه. هذا من طيب خلقك الكريم. لكن المنافسة لها شروطها. أنت كنت جاد اليوم وأعطيت الفقرة حقها ولذلك نودع بكل الحب عبد الرحمن أو سالم واحد من الاثنين. لا توترون ترى فيهم ناس مرضى وناس صرع. خلني اشرب ما بعد اذنك. اشرب. نودع بكل الحب افهمتني يا ابو محفوظ. انتظر الاذن. لست الا ما جاك الاسم. ما جاك الاسم الحين. جاني الاسم بس انتظر الاذن بالاعلان. اعتقد اذن. نودع بكل الحب سالم او عبد الرحمن. لسه نتاكد. رتويت بس غير الاسماء. ايش فيكم يعني؟ يلا يا كنترول. يا كنترول سجل لنا. يلا يا شباب اسرع اعطوني اذن الاعلان علشان نودع. خلاص بكل الحب والتقدير نودع سالم بن عبيد. بالله خلني انا ابو شيء دقيقه. بالله خلني اطفوها. دقيقه. بالله اطفوها. خلونا نتكلم. اللهم صل على محمد. خليه يطفي. اللهم صل وسلم على محمد. والله انها من ابرك الساعات وابرك الليالي اللي دخلت مع ذا الباب. اي والله. والشيء الاخر والله يا ايام من عشتها انا وياكم من هالمسعد الليالي والله العظيم اني صادق. وعلى ما قال الواحد بتخنقها العبره لكن ما اقول الا بيض الله وجيهكم كلكم في اياض الشحم وترفع لكم بالبيضه جميعا. يعني مالك؟ والله العظيم اني ما شفت منكم الا كل علم طيب كلكم وان حصل مني قصور ولا شيء اتمنى انكم تقبلونها بصدر رحب. شفتوا؟ خليني اعلمك يا ابو امجد قول لي اهلا. انتم والله غاليين واعتبروا لكم اخ في الكبيرة وفي الصغيرة وبيض الله وجيهكم بياض الشحم كلكم لا أبو إبراهيم ولا الإعداد كل بيهم. أي والله أني صادق ويعلم الله أني كسبت لي رجال أني لو بيهم في لزوم من حاضي لزوم من كبير وأزهمهم والله العظيم أني يقومون ويطيحون معي. والله العظيم والله العظيم ما هو بكلام يا فيكم رجيجيل أني لازهمه في أمور كبيرة أني يقوم ويطيح معي وهذا والله من مكاسب الدنيا وترفع لكم البيضة بياض الشحم بيض الله وجيهكم. أي والله.
اوراق الاصدقاء بعد بعد ذاك اللقاء دمع بلغ حد النصاب وامطر بها روح وسقى عبرت وداع فرق بعد هالاجتماع افتح الف باب والقلب عايش في صراخ ان كان غادرنا رفيق والصدر من حزنه يضيق ذكره بنا ما يوم غاب يبقى هنا عهد وثيق والله العظيم اني لو خسر من مقبع يعرفه منها ما هي بخسارة هي والله ما خدت مركز الأول ولا غيره معرفتك كانت تسجل الله يطول عمرك يكفي في طلعك الشام الله يطول عمرك ويرفع قدرك كان غادرنا رفيق والصدر من حزنه يضيق ذكره بنا ما يوم غاب يبقى هنا عهد وثيق نسواك معكم هنا نرسم ملنا والمنى نرقى على متن السحاب سوا معكم هنا نرسم ملنا والمنى نرقى على مثل السحاب وشد يدي بعضنا واليوم جاء وقت الفراق بشعور قاسي ما يطاق الله ما يكسى الغياب روح بالفضل سافراق الأصدقاء بعد بعد ذاك اللقاء دمع بلغ حد النصاب وامطر بها روح وسقى عبرت وداع فرق بعد هالاجتماع افتح الف باب صدر من حزنه يضيق ذكره بنا